تقول امرأة لها زوج وبنت من غير الزوج الحالي بل من زوج آخر قبله، ولها بنات أخ متوفى، فمن يرثها من هؤلاء وما نصيب كل منهم؟ لها زوج ولها بنت من نعم، زوج آخر، بنت من زوج آخر ولها وبنات أخ متوفى. يكون للزوج منها الربع وللبنت النصف والباقي للعاصب لأولى رجل ذكر. فإذا لم يكن هناك من العصبة أحد، يعني لم يكن لها عصبة مطلقة، فإن الباقي يرد على البنت، الباقي يرد على البنت. وبنات أخيها ليس لهم، ليس لهم شيء ما دام موجود من أصحاب الفروض غير الزوجين أحد، يرد عليهم على الصحيح. نعم نعم.